القارة الخضراء نولي لك فيما يخص الحكومة، يعني الحكومة شفناهم هم يجتمعوا وراهم يخطوا وراهم يعطوا أوامر، كيفاش تقارن بين هذا والواقع المعيش الآن الجزائري؟ نقولوا هذه الحكومة غير شرعية، لازم بدو جماعة لازم يروحوا، كيفاش واش متخطط واش راهم في راسهم، يعني واش كاين في راسهم؟ يعني الأكيد أنه زمرة النظام الحاكمة الآن واللي عندها مفاتيح الجمهورية راهي تناور وتحاول كيفاه يعني تكسب الثقة الشعبية، ولا تحاول كيفاه تجيب من يعني من جانبها ناس أو قوى حتى تساندها في مشروعها، وهذه ما غابتش على ذهن تاع الجزائريين. هذا وضوح الشمس انه هذه الحكومه ما تمثلش الشعب الجزائري. الشعب الجزائري قال كلمته في كل المسيرات ورددها في كل الولايات وفي كل يعني بقاع العالم، انه احنا نطالبوا بالتغيير الشامل، التغيير الجذري للنظام القائم، وما نحبوش ترقيعات، وقالوها في يعني نداءاتهم الجزائريين. وهذا يعني انه يعني وكانه فيه سياسه ربح الوقت او يعني سياسه مناوره حتى ياخذوا كل وقت باش يعاودوا يجدوا انفسهم ويجدوا يعني امورهم وباش يحضروا ل يعني يعني نقولوا المرحله القادمه. حبيت نقول برك هذا جرنا الى يعني باش نقول للشعب الجزائري انه دخلنا المرحله الاصعب في الحراك في هذا يعني في هذا الوقت يعني منذ امس، لانه لما تشوف باللي يعني فيه مازال بعض السياسيين يتكلموا على خارطه الطريق دستوريه وفي نفس الوقت يساندوا الملايين تاع الجزائريين اللي موجودين في الساحات، وهذا يعني تغليط، وهذا يعني نقراوه اما يعني ما راهم هما هم ساهمين الشعب الجزائري وساوي طلب الشعب الجزائري، اما راهم يشاركوا في مناوره يعني باش يتلعبوا بالمصالح تاع الشعب، ويعني يعني يتلعبوا بالمصالح تاعو، وهذا لازم الشعب ما ينساش، راه يتفكر ويتذكر الشعب في كل وقت. اليوم خطر اليوم المطالبه بتنحيه حكومه بدوي بن صالح وبالعز يدخلنا صحيح فراغ دستوري، لكن الواقع يقول انه من يحكم الجزائر اليوم هي قياده الجيش، لازم نقولها بكل صراحه ولا احد غيرها. دونك ما هو وش هو المطلوب منا اليوم؟ بس المطلوب منا هو الدفع نحو مرحله انتقاليه سريعه بمجلس تاسيس يعني رئاسي، مجلس رئاسي، احنا في جيل جديد، مجلس رئاسي يكون مقبول من كل الجزائريين والجزائريات مع حكومة توافقية غير محزبة أو يعني هذه بتصير الأعمال يعني يعني لو غوفرمون نون بارتيزون بوغ يعني لي زافير كورونت. هذا على كل حال سي مقرا الخضر، هذا على كل حال نوليو ليه إذا نوليو ليه إن شاء الله قدام الحلول ونخليو الشعب هو اللي يقرر. بصح خلي مقرا الخضر دوغا وقت مسألة يعني عطاش يقول لك ربما يخلطوا اذا كان فيه صح تعبير بين قايد صلاح والشعب، يقول الشعب والجيش خاوه خاوه، يقول لك ما لازمش تقول يعني قايد صلاح راح روح، كيفاش يعني تشوف انت القضيه هذه؟ صح هذا التغليط اللي ساهمت فيه بعض وسائل الاعلام يعني اللي موالفه بالمناوره تاعها ويعني سياسه تغليط الراي العام. الناس لازم تفهم احنا لما نقولوا الجيش خاوة خاوة، لأنه الجيش الشعبي الوطني متكون من جزائريين جنود وضباط صف ضباط، الأغلبية الساحقة من يعني مواطنين عاديين، لكن لازم نفرقوا مع القيادة، القيادة على رأسها الجيش صالح. صالح لازم الناس تفهم وتعرف بانه ها هو اللي ساعد باش يكون فيه العهد الرابع تاع البوتفليقه، هو عنده شهرين قبل هذا كان يعني من بين الموالين وبين يعني المهللين للعهده الخامسه. لازم الناس تفهم بانه جزء من النظام، ما نقدروش يعني نفوتوا هكذا ونقولوا باللي
نخلطوا في الامور نقولوا الجيش صالح هو الجيش، لا، الجيش هو الشعب الجزائري، الجيش صالح ما هو الا يعني خدام في الجيش الوطني الشعبي، يعني هو لازم نعرفوا ثاني، هو ثاني دخل المعترك السياسي مادام هو عضو في حكومة بوتفليقة، هو نائب وزير الدفاع الوطني، لوزير الدفاع الوطني تعرفوا باللي كان هو رئيس الجمهورية، اذا هو يعني لعينه هو اللي شارك في كل المسارات نتاع يعني النهب نتاع الحكومه او نظام البوتفليقه، يعني لازم نكونوا واقعيين ونكونوا صراحة مع الشعب الجزائري وما نغلطوش وما ندخلوش هذا الشجار اللي ما عنده حتى معنى باش نعاودوا يعني نرسك يعني رسكلت الزيت ولا وجوه بعض النظام. احنا بالنسبه للنظام، النظام ككل من كل رموزه راهي تطيح وحده مو وحده، رجال اعمال سياسيين حتى اعضاء في الجيش، وتعرفوا باللي اليوم هو اللي راه مصدر القرار، هو اللي راه ولكن يمثل الجمعه وما نزلش احنا نطيحوا في الفخ نتاع يعني انتحار ولا يعني نتاع الزمر بيناتها. الشعب الجزائري لازم يعني يواصل الضغط تاعه بكل قوه، يتجنب يعني التشتت، يعني لازم يركز يعني على الهدف الاساسي، يعني هو تغيير النظام والمشاركة في التحول الديمقراطي من يعني نظام فاسد ديكتاتوري إلى نظام في إطار دولة القانون نظام ديمقراطي. الشعب الجزائري هاو يقولها، لا لسرقة يعني الثورة السلمية نتاع الانتسام للشعب الجزائري، أو يقول لا لإعادة نفس النظام، أو يقول يتنحاو كاع، أو يقول هذه بلادي بلادي وندير رأيي فيها. الشعب قلت لكم هو السيد، هو ربيع اللي لازم ترجع له الكلمة الأخيرة. بارك الله فيك يا سي مقلا خضر. تنمير ثم قرات مقلا خضر مسؤول الحزب جيل جديد كان معايا من الجزائر العاصمة، يعطيك الصحة. روحوا